أعود معكم إلى الإجابة عن الأسئلة. Answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: Where does the sand gazelle live? استاذ؟ نعم تفضلي. بتصير تمويه بدالة، بتصير invisible بدل تمويه. بدل تمويه إنه نحط invisible غير مرئي. إيه. ما بكثير يا نور، يا آية. لماذا؟ إيه تمام. لأنه إذا قلنا invisible غير مرئي فنحن بنقصد الشيء اللي مموه اللي هو غير مرئي. أما إذا نحن عم نحكي على الكاموفلاج على التمويه فأنا اللي عم بقوم بهذا الشيء. تمام؟ فكلمة invisible غير مرئي تعني can't be seen، لا يمكن رؤيته. حتى لاحظوا في الشرح، شرح لكلمة invisible شرحها في المبني للمجهول، لأنه كلمة invisible غير مرئي هي وقع على المفعول به. فشرحها في المبني للمجهول طبعا مع المودل هو الـ can't be seen، لا يمكن رؤيته. يلا تابعي يا سؤال لك هذا. Where does the sand gazelle live? Where does the sand gazelle وين وين يعني هون عن ايش عم بسأل انا هيا؟ Where؟ اين تعيش الحي الغزل؟ غزال رمال. يلا هاتي الاجابه لك. نعم. برجع لك على النص ولا في كتاب امامك؟ لا في كتاب جنبي بس انا ما حضرته من الاول، حابب ادور عليها بس شوف وين. طيب تمام. طيب حاليا بنقل السؤال لغيرك وبرجع لك في سؤال لاحق. تهاني بما انك فتحت المايك. تهاني لك. نعم تفضلي. That life grows the Africa. The Arabian Gulf. The Arabian Gulf. الخليج العربي and North Africa. إجابة صحيحة. إذن it lives across the Arabian Gulf and North Africa. إذن يعيش رجال الرمال في الخليج العربي. Gulf خليج. مرت معنا إذا بتتذكروا في الدرس الثاني تبع الأيرلند أيرلندا و بعنوان الميجريشن الهجرة. The Arabian Gulf الخليج العربي and North Africa وشمال أفريقيا. سؤال ثاني: How does the body of a sand gazelle protect it from harm in the desert? بعيد. How does the body of a sand gazelle protect it from harm in the desert? يعني كيف جسمه لغزال الرمال جسده كيف يحميه من الأذى في الصحراء؟ جسده كيف بيساعده؟ عن طريق ماذا؟ نعم and sand colored bodies. نعم أحسن. نعم إجابة صحيحة. They are ideally suited to the desert environment. إذن إنها مناسبة تماماً لبيئة الصحراء. طبعاً هاي مو هون الإجابة. الإجابة هون with their white heads برؤوسها البيضاء and sand colored bodies وأجسادها رملية اللون. Sand colored bodies. Question number three. What do the sand gazelles eat? Plants. نعم فاطمة نعم. سؤال لك. فينا نقول انها سريعة جدا وقافزات ممتازة كمان. كإجابة للسؤال الثاني. ايه تكمل له يعني. لا هون عم يقصد عن جسدها، عم يقصد عن التمويه. عرفتي كيف؟ يعني هون المقصد السؤال هو عن التمويه، كيف تموه نفسها، انه جسدها كيف بيساعدها على التمويه في الصحراء. هذاك بصير سؤال اخر بيساعد على الهروب من المفترسين. السؤال الثالث: What do the sand gazelles eat؟ ماذا تاكل؟
What do they eat? Sand gazelle eat around 6 kilogram of plants per day. تماما. They eat the shook. تأكل الشوك. قلنا البراعم. Leaves الأوراق and طبعا روكس الجذور and the stems والشوك of desert plants للنباتات الصحراء. طبعا هون جميلتكم ذكرت انها تتناول 6 كيلوغرامات من الاعشاب. هنا لم اسال انا عن الكميه. لم نسال عن الكميه وانما سالنا بس عن النوع انه اي ما هو نوع الغذاء الذي تتناوله. تمام؟ فلمجرد ما ذكر الطالب كلمه ديزيرت بلانكس او كلمه بلانكس فقط فتحسب الاجابه صحيحه. انه لمجرد ما ذكر انه بتتناول نباتات صحراويه او نباتات حتى تجوز الاجابه. Question number 4. Why is the sand gazelle in danger of extinction? Why? لماذا غزال الرمال في خطر الانقراض؟ ما هو السبب؟ Due to habitat loss and hunting. Hunting, then mainly due to habitat loss and hunting, أحسنتي يا نور. السبب الرئيسي هو فقدان الموطن habitat loss and hunting كمان الصيد. تتمت الأسئلة؟ How do the sand gazelles act in the winter? How do the sand gazelles act in the winter? They congregate in larger herds. إذا هون معنى السؤال act يعني تتصرف. يعني ماذا تفعل؟ ماذا تتصرف؟ بصير نبدلها بدو كمان. How do the sand gazelles do in the winter؟ كمان بصير. فكثير كويس انكم فهمتوا هون معنى السؤال. كيف تتصرف غزلان الرمال في الشتاء؟ يعني ماذا تفعل في الشتاء؟ إذا الإجابة during the winter they congregate in larger herds. تتجمع في قطعان أكبر. How fast are sand gazelles? How fast? How fast? Spend it off. يعني هون عم بسأل أنا عن السرعة. كم سرعتها؟ Spend it off. 100 كيلومتر per hour. أحسنت يا كوثر. Then their speed reach. طبعاً عم بتلاحظوا معي أنا أحياناً عم بتقصد ما ترجم السؤال ف يعني مشان انتم تحاولوا تفهموا السؤال دون ترجمه لانه في الامتحان ما في حدا يعني منك لحالك يعني تمام. فهون السؤال قاعد يكون عن السرعه هاو فاست عن السرعه وبالتالي بدي اجاوبه their speed سرعتها reach almost 100 كيلومتر بير اور تصل الى حوالي 18 كيلومتر في الساعه. سؤال 7. How much does the sand gazelle weigh? How much? How much does the sand gazelle weigh? Weight only 20 kilogram. 20 kilograms. Then it weighs only 20 kilograms. لاحظوا معي في عندي أنا خطأ هون. أنا حاقد كيلومتر مو هيك؟ في خطأ هي كيلوغرام شوي مصلح خطأ إن شاء الله بدل KM KG إذن it weighs only 20 كيلوغرام تزنه فقط 20 كيلوغرام. طيب سؤال Is anything being done to save sand gazelles? Is anything being done to save sand gazelles? Kibling هل تم فعل شيء ما؟ لإنقاذ غزلان الرمال تم ولا لا؟ Yes. طيب explain كيف تم هذا الشيء؟ طبعاً. There have been. نعم. And some countries have begun breeding them. For
released into the wild. تاي. لاحظوا معي هون عم يسألني سؤال قصير بيبدأ بفعل مساعد. Is anything being done to save kangaroos? هل تم فعل شيء ما لإنقاذ غزلان الرمال؟ الإجابة إذن أول شيء بجاوبه بيك. نعم تم هذا الشيء. طيب بعد عم يقول لي explain. طبعا هون لو مو ذاكر في السؤال explain اشرح فنكتفي بكلمة yes الإجابة. أما explain اشرح. Some countries have begun breeding them for release into the wild. بعض البلدان بدأت بتربيتها لأجل ماذا؟ لإقراقها لتحريرها into the wild في البرية.